اللي حمسني لمسلسل انه مسلسل حقيقي قوي، لايت كوميدي. كل القصص اللي فيه قصص موجوده فعلا في الحياه، كل الشخصيات بتقدم نماذج احنا لامسينها وجنبينا وشايفينها. شد نظري قوي انهم اختاروني في دور هانيا، دور في حاجات شبهي، ان انا ام وانه مريت باكتر من تجربه زواج. بنتي تقريبا عمرها قد عمر بنت هانيا. كاست كمان، كاست يعني النجوم والنجمات اللي معانا في منتهى الجمال واللذاذه، وانا بحبهم قوي ومعظمهم اصدقائي، يعني اصدقاء مقربين. كل عوامل النجاح، الانتاج كويس جدا، انه هيتعرض على الشاشات المتحده، اخراج استاذ خيري سالم، كل حاجه قدامك بتحسسك ان في نجاح، اهتمام شديد بادق التفاصيل. كلنا يعني اهم حاجه عندنا كنا اننا نطلع بشكل كويس. اصعب يوم حصل في الوصفه السحريه، يوم ما قالوا لنا فركش، يوم ما قالوا لنا المسلسل خلص، والله ما كنا عايزين نروح. كان يعني اسوا يوم بالنسبه لنا، مع ان ده دايما يقول لك يا اخيرا عايزين نخلص. لا، احنا كنا متضايقين. ميزه هانيا انها شخصيه حقيقيه قوي، المواقف اللي تعرضت لها، مواقف اللي تعرض لها كلنا، الاخ اللي متضايق من ان اخته اتجوزت اكتر من مره وشايفها ان ده فشل، البنت اللي بتعيب على امها انها سابت ابوها، مجتمع، نظرة المجتمع للست المطلقة على انها ست متحررة، على انها ست يعني تخطت عادات وتقاليد، مع ان انا شايفة ان ده مش صح. وحسيت انه مناسب جدا ان انا اوجه رسالة، انه يطلع رسالة منه، مش شرط ان انا اكون عندي حرية وعندي شغلي وعندي نجاحاتي، ان انا بقى ست ما عنديش قيم، بالعكس ملهاش اي علاقة. يعني في كتير قوي شبه هانيا في المجتمع المصري، احنا عندنا ستات كتير بتربي ولادهم لوحدهم، مطلقات، بيشتغلوا بيصرفوا على اولادهم، ممكن يكونوا بيتهاجموا من بيتعكسوا من صاحب الشغل، بيتنمروا عليهم ستات تانية، ست متجوزه ومش سعيده لكن مش قادره تاخد قرار الطلاق. فالشخصيه اللي زي هانيا بقت للاسف موجوده كتير جدا. مش عايزه اقول للاسف لانه هانيا شخصيه ناجحه في كل حاجه، حتى الناس بتعتبر انها، لا اخوها بيقول لها انت فاشله، هي مش فاشله. انك تحس ان الحياه اللي انت فيها دي حياه مش سعيده ومش بسطاك، وتقدر يبقى عندك القرار والقدره ان انت تاخد الخطوه دي وتبعد، دي منتهى القوه، مش منتهى النجاح، مش الفشل. الفشل ان انت تعيش حياه انت مش مبسوط فيها ومتاثر عليك ومتضايق ومش قادر تاخد قرار، لان يا اما اهلك هيهاجموك، يا اما انت ما عندكش مصدر دخل، خايف تشتغل، خايف ما تلاقيش شغل، خايف ما تلاقيش حد يصرف عليك. هو ده اللي انا شايفاه الفشل. شويه شبهي، يعني قوه الشخصيه، قوه هانيا وصراحتها ووضوحها، وانها ما بتتدخلش في حياه حد، انها ما بتاذيش حد وما بتسمحش لحد انه يتدخل في حياتها. ده شويه شبهي. في مشاهد انسانيه صعبه قوي، يعني لسه في مشاهد ما تعرضتش هيشوفوها بينها وبين اخوها، غير مشهد المواجهه. المشهد المواجهه ده طبعا مشهد صعب، لكن في مشاهد بعد كده، في مشهد قاسي قوي مع بنتها، وفي مشهد موجع جدا مع اخوها امجد في الحلقات اللي بعد كده. دول مشهدين وجعوني شويه، مش تعبوني قوي لكن وجعوني. حفاظي كمان على ان انا احافظ على هانيا بنفس طريقه الكلام والحركه والشخصيه والتاتوهات اللي برسمها كل يوم والشكل والستايل ده، الحمد لله اني قدرت احققه. ده 45 حلقه، ده كتير انك تفضل ماسك الشخصيه الفتره دي، بتبقى فيها برضو شويه محتاجه مذاكره كتير، مجهود بدني بس مش مجهود نفسي، يعني مش مضايقاني، مبسوطه وانا بعملها. اللي هانيا ثابته فيا اني افضل احاول، وما يأس. هانيا شخصيه مش سلبيه، شخصيه ايجابيه، شخصيه بتاثر في الاخرين، ما بتاخدش منهم، ما مش ضعيفه. وفي فرق برضو، عندنا مشكله في الوطن العربي، دايما بيفتكروا الست القويه يعني ست جامده، يعني ست ما عندهاش مشاعر، ما لهاش اي علاقه. يعني ناس كتير قوي تقول لي انت ايه ما ده مالك بتتاثري، ده شخصيه قويه. ايوه، شخصيه قويه حاجه، وشخصيه ما عنديش دم وما عنديش احساس حاجه تانية. شخصيه مش بتاثر، دي تبلد مش قوه. فانا يعني انا اثرت في هانيا وهانيا اثرت فيا. الست مهما كانت قويه، مهما كانت قوية، هي الرجل لازم يبقى موجود في حياتها، أخ، أب، زوج، صديق، على كل مستويات. القوة مش إن أنت تستغنى عن الرجل، بالعكس أنا شايفة إن ده، دي نظرة محدودة قوي يا جماعة. ده اللي خلى الناس في الشارع ما تقولكش تفضلي حضرتك أنت ست. وأنا تعرضت الموقف كده، يعني جيت داخل أسانسير لقيت حد شاب صغير بيزقني وبقول له
ازاي تزق ده انا ست؟ فقال لي لا، مش انتوا بتحبوا المساواه؟ في فرق بين ان انا ابقى اتساوى معاك في ان انا وانت نقدر ناخد نفس الفرص في الحياه، ناخد نفس السبورت، واننا نبقى زي بعض. لا طبعا، في حاجات الراجل راجل والست ست. الست مخلوق اصلا ربنا خلقه تكوينه حتى الجسماني اضعف من الراجل. مش هقول لا انا اقدر اشيل اللي ما يقدرش الراجل يشيله. واحنا مش داخلين في تحدي. انا شايفه انه دايما الست والراجل مش داخلين في تحدي. ودايما اقول انا اتمنى ان انا ابقى افضل ست، افضل انثى. هم طول الوقت فريقين ضد بعض، الست والراجل مش ضد بعض، بيكملوا بعض. كان يوم جميل، انا كنت مبسوطه وقايله بقى لاهلي بيلعب ولابسه بدله حمراء. حصل ان انا قبلها بيوم كان في عندي حاله قاسيه جدا وتاثرت بيها وبكيت جدا. واليوم ده كمان كان عندي حاله قاسيه قوي، حصل لي الام قويه جدا جدا ما قدرتش استحملها وما قدرتش اكمل الحلقه. اتضح بعد كده بقى من الفحوصات ان انا عندي التهاب شديد قوي في القولون، واكتشفت ان في عندي مشكله كمان اخرى في الامعاء، وحاجه يعني هتستدعي تدخل جراحي. وده بقى انا بقالي فتره متالمه بس ما كنتش عارفه عندي ايه. بصراحه انا عايزه كمان اشكر مستشفى الناس لان هم قدروا يوصلوا لي يحطوا ايديهم على المشكله الرئيسيه اللي عندي. وعايزه اقول برضو للناس ان مستشفى الناس مش بتعالج بس الغير قادرين، هي بتعالج القادرين. بتعالج القادرين فيها مكان كده تقدر تروح تتعالج كحد قادر. بس اللذيذ بقى ان انت بعد ما بتخلص علاجك بتتبرع، هم مش بيجبروك تتبرع بقد ايه، لكن الحلو ان انت زي ما حسيت بالالم فانت حاسس بالام غيرك المرضى، فبتتبرع لهم. الفلوس اللي بعمل بيها تحليل واشعه وحاجات كتير قوي في حته تانية ممكن اروح اعملها في مستشفى الناس واتبرع بالفلوس اللي هعملها دي، يبقى انا كمان عالجت او ساهمت في علاج مريض او اتنين من الغير قادرين. فاولا بتبقى صدقه، ثانيا بتبقى يعني زي كده تفاعل ما بينك وبين الاخرين، وفي نفس الوقت انت بتطمن على نفسك في مكان موثوق منه فيه احسن دكاتره قلب واحسن دكاتره جهاز هضمي، وبيفتحوا دلوقتي اكتر من مجال. يعني بالي ان انا عايزه اعمل فوتو سيشن وما كنتش عارفه اعمل ايه، فقعدت اتصلت بكذا حد قولوا لي افكار يا جماعه، قولوا لي افكار. ما فيش، روحت ادور على فستان ما عجبنيش اي حاجه عند الراجل. فوانا ماشيه قلت له والله فستان الزفاف ده حلو قوي، ينفع تعمل لي الموديل على لون تاني؟ فقال لي اه بس هياخد وقت. وبعدين فجاه قلت له ممكن اقيسه؟ فقال لي اه طبعا. فقيسته وعجبني جدا، قلت له طب انا هعمل بيه الفوتو سيشن. وكنت رايحه اسكندريه عندي تكريم انا وطارق وخالد سرحان وحمزه العيالي ودكتور اشرف، مجموعه كبيره، استاذ محمد محمود. فقلت هروح واعمل كده. فكلمت مصممه ازياء من اسكندريه مي، قلت لها انا عايزه فستان شبه عروسه البحر، وقلت لها عايزه لونه لبني فاتح. فعملته لي اوف وايت، وبعدين لقيتها بتقولي ده انا عامله له طرحه دانتيل كده حلو قوي. فقلت لهم ايه رايكم طب ما نعمله سيشن عروسه. المروه المصوره قعدت، هي اصلا مصورتها افراح كمان، فقعدت تعمل لي ريلز شبه كده. بعدين فجاه قالوا لي طب ما عندنا واحده صاحبتنا تعمل لك بيجامه وتعمل لك مش عارف مرايه وايه وايه. والموضوع ابتدى يكبر، كل شويه يطلع فكره في دماغ حد. ايمان السيد الماكيره قعدت تقول لي طب انا هعمل كذا واعمل لك لوك كذا. وليد جيجي يعني المصفف كلهم بقى، فجاه لقيت نفسي عروسه. وعجبني قوي الموضوع، يعني عارف انا اصلا ما عشتش اللحظه دي بالشكل ده، لان انا حد بتكسف قوي، وكنت رافضه ان انا لما اتجوز ان انا اعمل فرح كبير والناس اتفرج عليا والكوشه وكده. بس فجاه بقى ترند والله في 4 ساعات. اتخضيت ان الموضوع كبر قوي كده. والله ما حسيتش حاجه غير ان انا حسيت نفسي فعلا في الاحساس العروسه ده، وحسيت ان انا عايزه انبسط. انا عايزه اقول لك كل ما السن بيكبر كل ما البني ادم بيدور انه يبقى مبسوط. انا كلقاء اهم حاجه بدور عليها حاليا ان ابقى مبسوطه، بتصور والجو عجبني ابقى مبسوطه، معاكوا وبعمل لقاءات ابقى مبسوطه. كل اللي بدور عليه ان انا ابقى اخد شويه سعاده في وسط احداث كتير فكل اللي جالي في لحظتها ان انا مبسوطه باللحظه، ما فكرتش قوي قد ما انا انبسطت قوي بالديتيلز والتصوير لا ارمي الورد لا اعمل بس